أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مؤشر النيل، نتعرف فيها بالأرقام والتحليل على أداء مؤشرات البورصة المصرية التي نجحت مؤشراتها في إنهاء جلسة تعاملات الخميس آخر جلسات الأسبوع على مكاسب قوية، مدعومة بعمليات شراء قوية من المستثمرين الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية. وارتفع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 53% ليبلغ مستوى 7,524.99 نقطة. وربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنحو 13% ليبلغ مستوى 367.25 نقطة. كما صعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنحو 34% ليبلغ مستوى 792.19 نقطة. وشملت ارتفاعات مؤشر EGX 20 بنسبة 63% ليسجل نحو 8,100.24 نقطة. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث كان قطاع العقارات الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 33%، تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 26.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 10.69%، بينما حل قطاع البنوك رابعا بنسبة 7.45%. وبالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 78.76% من إجمالي التعاملات، كما اتجه الأجانب نحو الشراء أيضا واستحوذوا على نسبة 9.88%، بينما اتجه المستثمرون العرب نحو البيع وحصلوا على نسبة 11.37% من التعاملات. يأتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الأفراد نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 59.29% من التعاملات. وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، فقد تصدرها سهم التعمير السياحي بنسبة 96%، تلاه سهم العز الدخيل للصلب بنسبة 7.17%، ثم سهم العبوات الطبية بنحو 6.25%، ثم سهم مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 5.26%. أما الأسهم الأكثر انخفاضا، فتصدرها سهم مصر للزيوت والصابون بنسبة 9.17%، ثم سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 7.99%، تلاه سهم البنك المصري الخليجي بنسبة 5%، وحل رابعا سهم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 3.48%. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 1,100,000,000 جنيه، ليصل إلى 407,840,000,000 جنيه بعد تداولات بلغت 1,300,000,000 جنيه. وللمزيد من التحليل والتوضيح لأداء البورصة المصرية اليوم، ينضم إلينا في استوديو النيل الأستاذ محمد سعيد خبير أسواق المال. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. اسمح لنا أستاذ محمد ومشاهدينا الكرام نتابع هذا التقرير أولا، ثم نعود لنبدأ تحليلنا مع الأستاذ محمد سعيد. مدعومة بعمليات شراء قوية من المستثمرين الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية، نجحت مؤشرات البورصة المصرية في إنهاء جلسة تعاملات الخميس آخر جلسات الأسبوع على مكاسب قوية بعد بدايتها على هبوط تأثرا بمبيعات الصناديق والمؤسسات المحلية والعربية. وأنهى مؤشر البورصة الرئيس EGX 30 آخر جلسات الأسبوع على مكاسب قدرها 53%، كما ربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 ما نسبته 13%، وامتدت المكاسب إلى مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا ليربح 34%. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 1.1 مليار جنيه، ليصل إلى 407.84 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه، تضمنت نحو 200,000,000 جنيه في سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين والصفقات.
وقال وسطاء بالبورصة إن مؤشرات السوق بدأت على هبوط امتدادا للضغوط البيعية التي ظهرت في النصف الثاني من جلسة الأربعاء على خلفية استمرار حالة عدم وضوح الرؤية بشأن صفقة الاستحواذ على بنك سي آي كابيتال، وأضاف أن قوة شرائية انتقائية من صناديق ومؤسسات استثمارية أجنبية ومستثمرين أفراد محليين على بعض الأسهم في قطاعات العقارات والاستثمار ساعدت السوق على التعافي عند الإغلاق. وفي نفس السياق قال مراقبون ماليون إن استمرار حالة التفاؤل لدى المستثمرين الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية نجحت في الحفاظ على الاتجاه العام الصعودي لمؤشرات السوق في ظل ارتفاع معدلات السيولة. وتوقع آخرون استهداف مؤشر البورصة الرئيس EGX 30 مطلع الأسبوع المقبل مستوى 7630 نقطة، والذي يمثل نقطة الاختبار الأول للمقاومة وسط ترقب لأداء أسواق المال العالمية. مشاهدينا الكرام، نبدأ الآن تحليلنا مع الأستاذ محمد سعيد خبير أسواق المال. أهلا بك مرة ثانية أستاذ محمد. يعني السوق ربحت حوالي 1,100,000,000 جنيه، كيف تقيم أداء السوق في جلسة التعاملات اليوم بعد الانخفاضات التي شهدتها جلسة الأمس؟ أولا مساء الخير. مساء. يعني البورصة لو جينا نقيمها مش هينفع نقيمها النهاردة، لازم نقيمها عن الفترة اللي فاتت كلها. فترة قد ايه؟ الست أسابيع اللي فاتوا. يعني تمام. البورصة طالعة في اتجاه صاعد، خلاص البورصة سلوكها بقى واضح ان هي الأخبار السلبية بتعدي منها بسرعة. في الحادثة بتاعت الطيارة المخطوفة الأخيرة وقبل حتى ما ينجلي الموقف، البورصة تجاوزت الخبر بسرعة جدا في دقائق، يعني في وربحت السوق أول امبارح يوم اختطاف البورصة، يوم اختطاف الطائرة. أنا حتى يعني ربحت البورصة في نهاية الجلسة، لكن كان الموضوع انجلى واتضح ان الموضوع ما فيش حاجة، لكن حتى قبل ما ينجلي الموقف والموضوع لسه متأزم والأخبار لسه غامضة، البورصة تجاوزت الخبر تماما، ويعني لم يمر على انخفاضاتها بسبب الحادث إلا دقائق بسيطة. فده بيدينا انطباع عن سلوك البورصة، البورصة في اتجاه صاعد، ومؤكد يعني أنه في اتجاه صاعد. الأخبار الإيجابية بتأثر فيها بشكل جيد. يعني طبعا السبب الأساسي وراء ده هو السياسة النقدية اللي تحولت بشكل دراماتيكي يعني في مصر في سنة 2016 عن سنة 2015، وبذلك سلوك البورصة مختلف تماما. كل الانخفاضات اللي بتشهدها البورصة هي فرص للشراء. النهاردة مثلا البورصة يعني مع الانخفاضات بتاعت امبارح كانت بتواجه شكوك كفيلة بأن البورصة تنخفض، منها مثلا شكوك حول إتمام صفقة استحواذ سي آي كابيتال اللي كانت بتنتهي مهلة الشراء النهاردة في نهاية شهر مارس، كانت بتواجه شكوك حوالين أداء قطاع البنوك، وطبعا في قرار مهم جدا مؤثر على القطاع وبالذات على سهم زي التجاري الدولي، ومع ذلك البورصة تجاوزت هذه الأخبار في جلسة النهاردة. كان عندها ثقة أن الأخبار الإيجابية أهم بكتير من الأخبار السلبية. طيب بالنسبة لصفقة سي آي كابيتال، يعني البعض بيرى أن هناك حالة أو يعني عدم وضوح للرؤية بشأن صفقة الاستحواذ، هل تتفق مع هذا الرأي؟ في الإعلام بس، لكن لو جينا على أرض الواقع، القطاع الخدمات المالية بيؤدي أداء جيد جدا في سي آي كابيتال أو في غير سي آي كابيتال. الصفقة على أرض الواقع صحيح يعني أن محافظ البنك المركزي عنده تحفظ على هذه الصفقة، لكن لو التحفظ مرتبط بالتمويل فواضح ان شركة بلتونة المستحوذة قد يعني تمكنت من ان هي توفر تمويل من خارج القطاع المصرفي. الرقابة المالية بتدرس الاوراق صحيح، لكن يعني الموضوع ما فيهوش اي تحفظات من ناحية الرقابة المالية، واعتقد انه يعني الصفقة فعليا مش هتتأثر وحتتم وهتمضي قدما. انتهاء المهلة اللي حصل النهاردة اللي كان برضو مسبب مخاوف عند البعض حوالين الصفقة، يعني المهلة دي هي مجرد اتفاق ما بين الشركة المالكة والشركة الراغبة في الاستحواذ، فيعني الموضوع هيتم مده بشكل ودي، مفيش اي طرف
الثالث ما بينهم هما الاثنين، واضح ان في تفاهم وواضح ان الصفقه يعني قادره على المرور والمضي قدما، ويعني الاقرب للحدوث ان الصفقه تتم فعلا. في الصفقه ديت التنافس اللي حصل في فتره من الفترات ما بين البنك الاهلي وما بين شركه بيلتون في الاستحواذ بيؤكد ان القطاع قطاع الخدمات الماليه قطاع واعد وقطاع قادر على الاستمرار، وواحد من القطاعات اللي قادره على قياده السوق في الفتره القادمه. وزي ما بقول لحضرتك السوق كمان حتى يعني في حاله حدوث مشاكل اثرت على اداء السوق في الفتره اللي فاتت، السوق قادر على تجاوزها باخبار تانية ايجابيه كتير. لو رجعنا للسوق من ناحيه الارقام، انا عارف ان حضرتك دايما بتتاكد يعني على المستويات، يعني مستوى 7600 ده كان مستوى مهم وكان مستهدف ومعروف فنيا، والسوق قدر يعني يتمكن من الصعود فوقه أكتر من مرة دون أن يتمكن من الثبات فوقه، يعني يصعد ويغلق تحتيه، وده اللي حصل في المرة دي كمان، حصل من عدة أيام وحصل المرة دي كمان برضو يعني بيحصل نوع من جني الأرباح، خاصة طبعا بالذات على الأسهم القيادية اللي هي كانت يعني المؤشر طبعا إي جي إكس 30 عامل أداء أفضل بكتير من باقي مؤشرات السوق خلال الست أسابيع اللي أنا بكلم حضرتك عنهم. فبالتالي المستوى ده بيسبب قوة بيعية بترجع السوق لمستويات يقدر ياخد عزم منها تاني. فبالتالي نتوقع يعني ان المرة القادمة لتجربة مستويات فوق ال 7600 السوق قادر على الثبات فوقها واستهداف بقى مستويات تانية زي 7850 وغيره. المحفزات اللي بتدي للسوق القدرة على الثبات كتيرة قوي، طبعا الطروحات المتوقعة سواء من شركات حكومية أو من القطاع المصرفي حسب الوعود اللي خدناها من رئيس الوزراء أو بعديها لما جه رئيس وزير قطاع الأعمال العام، ده بالنسبة للشركات الحكومية، أو من محافظ البنك المركزي عن الطروحات لبنوك مهمة جدا زي بنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي. تمام. طيب لو بصينا لحجم التداول النهاردة هنجد ان هو بلغ حوالي اكتر من مليار جنيه، حوالي مليار و 300 مليون جنيه. تقييم حضرتك لحجم التداول احنا بقالنا فترة يعني معديين المليار؟ يعني حجم التداول النهاردة حجم خلاص هو حجم طبيعي وحجم متوسط. هو